السيد السوداني بحسب مراقبين ومتابعين للشأن السياسي أو الشأن العراقي بشكل عام يمتلك الجدية إذن ويمتلك النزعة الإصلاحية أيضا، ولكن هل برأيك يستطيع التحرر من القوى السياسية التي جاءت به أم يبقى مكبلا إن صح التعبير؟ هل يبدأ بالحيتان أو حيتان الفساد وحتى الرؤوس الكبيرة في البلاد؟ يعني بطبيعة الحال السيد السوداني لديه مشروع، وبالتالي أنت تعرفين طبيعة النظام في العراق. لحد الآن إحنا نعيش حالة المحاصصة. نقول إلى أي مدى يستطيع السوداني أن يطبق من برنامج الحكومي في هذا الملف تحديدا؟ نعم، ستكون هنالك معرقلات كبيرة، ربما تكون معرقلات كبيرة حتى من الكتل والأحزاب السياسية التي دعمت السوداني لأن يكون رئيس حكومة. لكن هل يتوقف السوداني؟ أعتقد يعني المؤشر أنه لا يتوقف، والمؤشر يشير لحد هذه اللحظة أن هنالك جدية في هذه المعالجات، وبالتالي السوداني في نهاية المطاف هو يمثل هذا الطيف السياسي اللي يعني انتخبه ودعمه حتى يكون رئيس حكومة. أي فشل للسوداني هو فشل لهذه الكتل والأحزاب السياسية، بمعنى في العمل السياسي إذا استمر الفشل سوف يكون هنالك حساب على المنظور المستقبلي من قبل الشعب. لدينا انتخابات ولدينا صندوق اقتراع، بالتالي يعني إن نلاحظ أن الآن في العراق الكل يتسابق من هذه الكتل السياسية لغرض إثبات براءة من كل ما يحدث، وأنا أعتبر هذا الأمر جيد إذا كان فعل هنالك مشاركة ودعم لرئيس الحكومة وللكابينة الحكومية في معالجة هذا الموضوع وفي الاستمرار من رفع اسم العراق بالمحافل الدولية. أنت تعرفين سيدتي أن هذا الموضوع يؤثر على استقرار العراق أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. لماذا؟ إذا كنا نطمح لجلب المستثمر إلى البلاد لا يمكن أن يأتي المستثمر وسط هذا الضجيج والفوضى الكبيرة المتعلقة في موضوعة الفساد. ولذلك عندما نتحدث عن الفساد، المعالجات هي ليست فقط بالقضاء على الحيتان أو استهداف الحرامية أو استهداف من يسيء العمل الإداري، لا، بطبيعة الحال هنالك إجراءات أخرى. أين وصلت الحكومة من موضوع الحوكمة الإلكترونية؟ أين وصلت الحكومة من 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 إصلاح مؤسسة المصارف في العراق، المؤسسة المالية أقصد والمؤسسة المصرفية؟ أين وصلت الحكومة من إصلاح الدوائر الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين؟ عندما نصل إلى هذه المرحلة ونبدأ بهذه المشاريع ويبدأ السوداني تطبيقها على الأرض، نعم، يعني بغض النظر خلال 4 سنوات أو 3 سنوات، ربما حتى ذا 20 أو 25% من تطبيق هذا المشروع، من وجهة نظري أنا أعتبر الأمر جيد.